أشراف تحت عنوان تأثير العلاقات التفاعلية مع الوالدين على الشغل ووظائف التربية للأبناء. نستعرض لكم جزء من السيرة الذاتية للباحثة أستاذة بأكاديمية التربية توين بيزنس، عضو مكتب السوسيولوجيا والسيكولوجيا، حاصل على دكتوراه في علم النفس المعرفي في موضوع نمو واشتغال وظائف تمهيدية عند الأطفال ذوي طيف التوحد، دراسة مقارنة بين الأطفال المضطربين والأسوياء في جامعة سيدي محمد عبد الله بالذات. لها عدة مقالات ومشاركة في عدة ندوات وطنية ودولية، أطلقت العديد من الورشات التكوينية لطلبة الإجازة والماستر، ساهمت في تحكيم اختبارات الذكاء الانفعالي، وساهمت في تقديم كذلك محاضرات في علم النفس العصبي والاضطرابات النمائية خاصة في طيف التوحد. فتتفضل الدكتور مشكور. لا يسلم، أتقدم بكل الاحترام ومشاعر الامتنان والتقدير على القائمين على هذه المؤتمر العلمي الرفيع والموسوم بالتربية والتعليم رافع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أخص بالذكر السيد رئيس الأكاديمية والدكتورة صبري والدكتورة نورة مستغفر وأيضا الدكتور زهير وكل القائمين سواء جمعيات أو عمادة الكلية كلية علوم التربية. بداية سأنتقل بكم لدراسة الطفولة وسنشتغل على موضوع تأثير العلاقات التفاعلية مع الوالدين على شغل وظائف التربية. تتضمن العرض المحاور التالية: مقدمة، تأطير نظري، ثم دراسة منهجية، أخيرا نختم بخلاصات وتوصيات. كمقدمة، نعلم أن مال الطفولة من دور فهي لبنة أساس في بناء شخصية الراشد مستقبلا. ويعد الوالدين الأساس الذي يقوم عليه هذه الشخصية من خلال اعتبارهم نموذجا أولا. إلا أن أهم الوظائف التنفيذية والتي تمكن الطفل مستقبلا من التكيف والتأقلم بشكل سليم مع البيئة والمجتمع تعد هي الوظائف التنفيذية التي تمثل جزءا مهما في نمو الطفل، فهي مجموعة من القدرات المعرفية عالية المستوى الأساسية والحاسمة في التعلمات المختلفة، تمكن الأطفال من مهارات التحكم المعرفي والسلوكي وأيضا الانفعالي، تجعلهم قادرين على المشاركة بفعالية في التعلم النشط، وتمكنهم من النجاح في أداء المهام المدرسية، كما لها آثار بعيدة المدى على الأداء الأكاديمي والمهني والاجتماعي والعلائقي. وقد أكدت أديل ديالون في جميع دراساتها على أهميتها أكثر من الذكاء إلا أن هذه الوظائف التنفيذية معرضة بشكل كبير للإصابة في الصغر، حيث تتأثر بعدة عوامل تحد من تطوير هذه الوظائف التنفيذية لدى الأطفال. هذه الوظائف قد تكون بنيوية لأن الأساس البنيوي للوظائف التنفيذية هو الدماغ وبالأخص الفص الجبهي، وأيضا قد تتأثر بعوامل خارجية يمكن تحديدها في البيئة كما أشارت إليها الدراسات السابقة، البيئة أو العامل الاقتصادي والاجتماعي للوالدين، وأيضا وضعية الإعاقة ووضعية الاضطرابات النمائية المختلفة. بالنسبة للتأطير النظري، موضوع البحث يتضمن الوظائف التنفيذية، العلاقات التفاعلية، الأب والأم. فإذا كانت الوظائف التنفيذية هي مجموعة من المهارات المعرفية عالية المستوى تقوم بمراقبة وتعديل السلوك، تسهل التكيف مع المواقف الجديدة خاصة عندما تصبح الإجراءات الروتينية المتعلمة أو المهارات المعرفية غير كافية لأداء عمل أو نشاط ما بشكل مناسب. يمكن التمييز في هذه الوظائف بين وظائف تنفيذية باردة معرفية والتي تستدعى بشكل كبير في المدرسة كالتخطيط أو الكبح، المرونة، التخطيط والتحديد أو ما يطلق عليه بذاكرة العمل. هناك أيضا وظائف تنفيذية انفرادية اجتماعية أو تسمى بالساخنة، تقوم على التنظيم الذاتي للسلوك، اتخاذ القرارات بناء على الثواب والعقاب، الإدراك الاجتماعي بما في ذلك نظرية العقل والمعالجة الانفعالية. إلا أننا من خلال مراجعة الأقران ومن خلال الاطلاع على الدراسات السابقة نجد أن الوظائف التنفيذية المعرفية هي الأكثر دراسة وخاصة عند الطفل باعتبارها تكون أساسية
نجد الكبح أو التثبيط والمرونة المعرفية. وجدنا هناك دراسات قليلة من ركزت على التخطيط أو ذاكرة العمل باعتبارها لا زالت في طور النمو، وباعتبار أن التثبيط والمرونة هم الأساس الذي تبنى عليه الوظائف التنفيذية الأخرى لأنها ذات ترتيب هرمي. بالنسبة لي العلاقات الوالدية أو العلاقات التفاعلية مع الوالدين، هذه العلاقات يمكن تحديدها بأساليب التربية، وكما نعلم أن أساليب التربية مختلفة بشكل كبير، ويمكن التمييز بين أسلوبين: أسلوب التربية السليمة والذي يمكن تقسيمه إلى نوعين بحد ذاته: تربية صارمة، أو ما يمكن أن نطلق عليه التربية التقليدية التي تقوم على إصدار الأوامر والعقوبة والتوبيخ لإجبار الطفل على القيام بالسلوك أو الامتناع عنه، حيث لا يسمح فيه للطفل بالحوار والتواصل والمشاركة، تغييب فيه بشكل تام لشخصية الطفل، حيث لا يعتبر إلا كائنا سلبيا منفذا للأوامر. بالمقابل نجد أيضا في إطار التربية السلبية نجد نوع آخر، هو التربية المتساهلة، تقوم على التساهل، تتميز بغياب القواعد والقوانين، فالآباء يقومون بأوامر الطفل، هم المنفذ لكل ما يأمر به الطفل بالدرجة ديالنا كنقولهم في الشاشة، وهي تربية سلبية. بالنسبة للتربية الإيجابية، تقوم هذه التربية أو هذا الأسلوب على المصاحبة والحوار والتواصل، يتم تقديم القواعد والقوانين بناء على التعاقد، يسمح فيه للطفل بشكل من الحرية، لكن هناك حضور دائم لقيادة الوالدين، تقوم على ترسيخ ثقة الطفل بنفسه وتسمح له ببناء شخصية. ودور الوالدين هنا هو التوجيه والمواكبة والتحفيز والمساعدة على إدارة العواطف والمشاعر المختلفة والقلق. من هنا تتحدد إشكالية دراستنا في ما يلي: كيف تؤثر العلاقات الوالدية على اشتغال الوظائف التنفيذية لدى الطفل؟ انطلاقا من هذه الإشكالية صغنا التساؤلات التالية المتمثلة في ما مدى تأثير العلاقات التفاعلية للوالدين على اشتغال الوظائف التنفيذية للطفل. السؤال الثاني هو: ما مدى تأثير الثقافة على العلاقات التفاعلية واشتغال الوظائف التنفيذية؟ أخيرا، ما مدى تأثير جنس الوالدين، يعني الأب أو الأم، على العلاقات التفاعلية العلاقات الأبوية أو العلاقات الأموية على اشتغال الوظائف التنفيذية؟ أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في كونها تقدم إطارا نظريا حول متغيرات الدراسة الحالية ليكون رصيدا مرجعيا للباحثين في علم النفس العصبي للطفل. الوقوف على تأثير البيئة وبالخصوص العلاقة الوالدية على اشتغال الوظائف التنفيذية، يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة نواة لبحوث ودراسات من شأنها أن تساعد على تصميم برامج تدخل أساسها العلاقة الوالدية، خاصة عند الأطفال في وضعية خاصة مثلا اليتم أو فقدان أحد الوالدين، أو كذلك حالات طلاق الوالدين. أهداف الدراسة: تمثلت أهداف الدراسة الحالية في تحديد العوامل الخارجية المؤثرة على نمو الوظائف التنفيذية، أيضا تأثير العلاقات التفاعلية الوالدية على سلوك الطفل، أخيرا التنبؤ بشغل الوظائف التنفيذية لدى الأطفال في وضعيات خاصة وكيفية تطويرها. شكلت المفاهيم الأساس بالنسبة لدراستنا. هناك الوظائف التنفيذية، وهي عمليات معرفية تمكن من تخطيط المهام وتنظيمها وإكمالها. المفهوم الثاني هو العلاقات التفاعلية، العلاقات التي يعتمدها الآباء في التعامل مع الطفل، ويمكن التمييز بين العلاقات التفاعلية الإيجابية والسلبية. بالنسبة لمنهج الدراسة، اعتمدنا في دراستنا على مراجعة الأقران، وذلك من خلال تتبع الدراسات السابقة، ولذلك كان اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. بالنسبة لحدود الدراسة، تمثلت في دراسة الوظائف التنفيذية الأساس، حيث في مراجعتنا للدراسات السابقة وجدنا أن أهم الوظائف التنفيذية المدروسة هي الكبح والمرونة أو ما يسمى بالتثبيط.
الحدود البشرية اقتصرت الدراسة الحالية على أي نوع من الطفولة المبكرة، حيث نجد أن أغلب الدراسات أو أن الطفل يحتاج إلى والديه خاصة في المرحلة من 0 إلى 5 سنوات. لم ندرس ما بعد، ولم نجد في الدراسات السابقة فئة محددة، وأغلبها كان بين 3 سنوات و5 سنوات. بالنسبة للحدود المكانية، أغلب الدراسات تمت في بيئات مغربية، لم نجد هناك دراسة عربية اهتمت بهذا الموضوع، وهذا يفتح المجال للقيام بدراسات عربية ودراسات ميدانية مغربية. لماذا؟ اعتمدنا على قواعد البيانات المحددة في PubMed و Web of Science و Medline كقواعد للبيانات. من هنا انطلقنا من الفرضية العامة والتي تمثلت في أن العلاقات التفاعلية تؤثر على اشتغال الوظائف التنفيذية لدى الأطفال، وقد صمنا الفرضيات الإجرائية التالية: تؤثر العلاقات التفاعلية الإيجابية بشكل إيجابي على اشتغال الوظائف التنفيذية، تؤثر العلاقات التفاعلية السلبية بشكل سلبي على اشتغال الوظائف التنفيذية. هناك اختلاف بين تأثير الوظائف التنفيذية التفاعلية الأبوية والأممية على اشتغال هذه الوظائف. نتائج الدراسات أظهرت مراجعة الأدبيات أهمية العلاقات التفاعلية الإيجابية على نمو وتطوير الوظائف التنفيذية، كما أظهرت أيضا أن هناك اختلافا بين تأثير العلاقات التفاعلية مع الأب وبين تأثير العلاقات التفاعلية مع الأم. تمكن الوالدان اللذان يوفران بيئة داعمة تشجع من على تطوير هذه المهارات من خلال أنشطة مثل الألعاب وحل المشكلات والألغاز والأنشطة الأخرى التي تتطلب التخطيط والتنظيم من تطوير الوظائف التنفيذية لأطفالهم. أيضا التربية الإيجابية تساعد الطفل على صقل الوظائف التنفيذية وتطويرها من خلال التوجيه والدعم والهيكلة ونندجة السلوك وتحديد الأهداف وتقسيم المهام إلى خطوات يمكن التحكم فيها ومتابعة الالتزامات. الدعم العاطفي والتحفيز يساعد الأطفال على بناء المرونة والثقة بالنفس وإدارة التوتر وتنظيم العواطف. مناقشة النتائج: كانت أغلب الدراسات التي تم الوقوف عليها من هي تنتمي لبيئة غربية شعارها الطفل أولا، وفي أغلبها ركزت على التربية الإيجابية وفي الأسر المستقرة. شكرا جزيلا للدكتور على ما قدمته من هذا البحث. وبالنسبة قلتي ما حصلت دراسات عربية لا موجودة، حاولي تبحث عنها في الإنترنت. مر علي 3-4 دراسات، واحدة في مصر على ما أتذكر، واحدة في الأردن. المهم تواصلي معايا، ممكن انه اساعدك في كمقرر كبحث دكتوراه ممكن يتناول. شكرا جزيلا.